الأسبوع. العدد ده كان النهاردة الصبح، قال لك حكم قضائي مشروط بنص ينصف ملايين المستأجرين، محكمة النقض امتداد عقد الإيجار للحفيد حتى لو توفي المستأجر الأصلي. أنا عايز أعرف تفاصيله وأوصل لحضراتكم تفاصيله من خلال المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة مجلس النواب إدارة المركزية. مساء الخير يا فندم ست النائب. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. كان في قوانين شغالة في المجلس وخلاص إن شاء الله كده بعد كم يوم كده في خلال أعتقد أسبوع كده أو 10 أيام هيبدأ المجلس، هتبدأوا بالمجلس الجديد والاستعدادات على قدم وساق زي ما بيقولوا. إيه الموضوع الحكم ده يا فندم، وإيه الميزة اللي هيستفيد بيها المواطن؟ مين المواطن اللي هيستفيد؟ تفصيله إيه؟ شوفي، في البداية طبعا لازم نأكد أن القانون الذي ينظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر قانون يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تحديث، وفي مطالبات في هذا الملف، وهو ملف حساس جدا وشائك، لأن هو قائم ما بين حق للمالك في أن هو يطالب بالحقيقة أوضاع كانت يعني على مدار سنين طويلة مستقرة وهو شايف أنه له حق فيها، وما بين مستأجر أيضا يرى أن هذا المالك سواء كان عن طريقه أو عن طريق أجداده انتفعوا بالعقار، وأن هو عنده ظروف اجتماعية هذا المستأجر تمنعه من أن هو يحرر العلاقة. وأي تدخل من الدولة المصرية، خلينا نقول ان كل طرف منهم شايف انه ده حقه، علشان نبقى مش مع طرف على طرف. ده يعني صحيح. ده صحيح. ما انا بقول لسيادتك ملف شائك. وتدخل الدولة المصرية في الأزمنة السابقة في هذا الملف دايما بيشوبه حالة من الـ يعني الـ الغضب من فئة اللي هي تظن ان هي ممكن المسألة تكون على حسابها. وما بتقدريش ترضي لا الطرف ده ولا الطرف ده. حقيقة يعني. لكن أنا أرى أن هذا الملف يجب في مجال الإصلاحات اللي احنا بنواجهها في هذا الزمن، أن احنا نخطو خطوات في جادة، يتم عقد حوارات اجتماعية سواء داخل المؤسسات الرسمية أو داخل الإعلام من خلال حضراتكم، وهذا الحوار المجتمعي ينتج على أفكار ويؤسس لقناعات، ومن خلاله يستطيع المشرع والحكومة معا ان هم يخطوا بخطوات إصلاحية في هذا الملف كافة الأحوال. الملف ده وانا قلتها في الجلسة العامة لما جات الحكومة تقدمت بقانون يتعامل مع حكم المحكمة الدستورية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية في تحرير العلاقة، وقلت لهم يا اخوانا الملف كله لا بد ان ينظر اليه سكني وتجاري وإداري. صحيح. وفي كافة الأحوال ده ملف موروث، وإصلاحه يجب أن يكون إصلاحا متدرجا على فترات فيها نوع من أنواع الأريحية للطرفين. أصل تأجيله مش هيحله. تأجيل الملف الساخن ده، ده قضية من القضايا الشائكة، تأجيل القضية بيزودها عقد، يعني بتزداد تعقيد. ده صحيح كده؟ وبتلاقي ده حقيقي، انا اتفق مع حضرتك. وتلاقي بقى احكام صدرت مع طبعا كامل التقدير لهذه الاحكام، بس بتكون طبعا احكام لدعوه واحد رفعها بتؤسس لقناعات، وقد تكون الحكم اللي صادر اتجاه طرف واحد يربك المشهد برمته ويعقد او يعني يكبل يد الحكومة والمشرع معا ان هم ياخدوا خطوات، رغم انها حالة لها ظروفها، يعني الحالة بحالتها. حكم حضرتك بتكلمي فيه ده الحقيقة انا قريت المضمون بتاعه، بعتهولي وقريت المضمون. هو المضمون غير يعني المضمون ما بيقولش هذا الاتجاه ان هو هيمد الاثر للحفيد، بقدر ما ان هو بيحط ضوابط زمنية مشروط. يعني بيحط ضوابط زمنية ان قبل 2002 و لابد شرط الإقامة وبينهي العلاقة في وقت معين الى اخره. يعني ماشي في السياق، هو مش حاجة جديدة، ماشي في السياق.
أيوة. وبتلاقيها نزاع قام ما بين طرف وطرف والمحكمة بتحكم بحكمها ده هو. نعم. لكن في كل الأحوال عز هاني. نعم. أنا بستغل وجودي مع حضرتك وأنك أثرت هذا الأمر. أنا أعتقد أن الفصل التشريعي القادم أرجوك. مش عارف بقى في الدور الأول أو الثاني أو الثالث حسب التقدير السياسي والتدبر الرشيد في الموعد المناسب. أيوة. لكن يجب أن يعني تواجه الدولة المصرية حكومة وبرلمانا وإعلاما. أيوة. معا الثلاثة مع بعض لازم هذا الملف وبنطمن الطرفين أنه في كل الأحوال لا يمكن أنك تحلي هذا الملف إلا بتدرج زمني لتحديد العلاقة. صحيح. صحيح. لكن ان تدوس زرار وتقول والله بكرة الصبح هيحصل كذا كذا العلاقة. ما ينفعش. صعب. مش منطق. صعب. عندي كلام مش أرامل منطق. وعندي معاشات وعندي أيوة طبعا. طبعا. أمور مستقرة. كلام مش منطقي. لكن الداتا موجودة. المفروض يعني كل المعلومات وكل البيانات المفروض انها موجودة وده كان جزء مهم جدا في الشغل. اعتقد ان ده بقى متوفر لمجلس النواب. فبالتالي يبقى الشغل عليه. بحييكي على المقاربة دي. الموضوع ده مهم قوي واحنا بنشتغل فيه يكون تحت ايدينا داتا ودي انا طلبتها من الحكومة. نعم. من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. نعم. لازم اعرف على اقل مؤشرات انا عندي كم وحدة سكنية. انا صحيح. عندي كم وحدة ادارية. عندي صحيح. كم وحدة تجارية. الى اخره عشان نقدر نتعامل التعامل المتوازن. تبص للملف بشكل واضح. اشكاليات في الشارع. ما بين. صحيح. شكرك فندم. شكرك شكرا جزيلا ست النائب أحمد السجيني. آخر خبر هقوله ليه حضراتكم.